الوهلة الأولى يبدو مطعم كافيار كأي مطعم يقبل عليه الزبائن لشهرته في إعداد وطهي الأسماك. هنا في منطقة الخليفة الواقعة بحي السيدة زينب والمكتظة بالسكان. في ناس مش قادرة، أنا قدرت ودفعت في سمكاية 10 جنيه، غيري مش قادر يدفع 2 جنيه. بيجي ربنا بيكرمه فيها بس. ومع ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، خاصة منها أسعار اللحوم والأسماك، قرر صاحب هذا المطعم تقديم وجبات مجانية لغير القادرين، لا تقتصر فقط على شهر رمضان بل تمتد طوال العام. أي حد يبقى ماشي حاسس إن هو جعان ما يحسش بإحراج، لا يخش يا جماعة، يعني حتى والله ما بيقول، هو مجرد ما يقف محتاج وجبة أوتوماتيك بنطلعها الورقة بياخد الوجبة اللي هو عايزها. تطورت الفكرة التي بدأت قبل 5 سنوات من مجرد تقديم وجبة مكونة من الأسماك والأرز والسلطة في ساعات محددة لتتنوع الوجبات ما بين الأسماك والكبدة وتوصيلها للمحتاجين في منازلهم. وجبة الغداء والعشاء والفطار كمان باكلهم هنا. باجي اخد عند الناس دي وجبات ببلاش، ناس كرماء وطيبين وبيعملوا الخير في العالم، وهي دي مصر أم الخير، هي دي مصر أم الدنيا فعلا. يعني ممكن يجي عليه أيام ما يبيعش فيها بس بيعملها لوجه الله، لأن ده أصلا إنسان محترم وكلنا بناخد لنا الوجبات. مطعم كافيار الذي يطلق عليه أهالي المنطقة مطعم الغلابة شجع آخرين على المساهمة بأفكار جديدة وخلاقة في التكافل الاجتماعي في وقت تعاني فيه فئات كبيرة من المجتمع من غلاء الأسعار. رندا أبو العزم، العربية، القاهرة.